بعد الارتفاع بتاع اسعار كروت الشحن شايف الناس الاقبال على كروت الشحن وعلى كده كده هيقبلوا زي ما هو. انت معاك معاك خطوه هتشغلها توقفه كل الشعب هو هيشتغل غصب عنه. هتشتغل بقى يشتغل بنفس النظام أو بنفس النظام اللي هم الحكومه هتحدده. تمام يبقى انت بس تمشي على الكل. الشعب على كروت الشحن اللي ما عرفت ان الاسعار دي اللي مفكر فيها قالت لك انا مش عايزين. بس مش بنفس الاعداد اللي كانت بتجيلك قبل كده. لا اكتر كمان بس الناس ما مش لاقيه كروت شحن. يعني الناس اللي بتسال دلوقتي اكتر من كانت بتسال قبل كده. بتسال اكتر دلوقتي عشان عارف الاسعار قاعده تعرف الاسعار قاعده صح ولا لا. طب حد لما عرفت كده قالت لك لا مش هشتري. اشتري كارت شحن ب 10 اديني 7 جنيه بسيط. قالت لا مش عايز. في حد بيسالك عن كارت جديد وكارت قديم ولا واحد بيقول لك انا عايز كارت جديد وواحد بيقول لك بس تقول انا عايز الكارت القديم. اقول لها ما عنديش كروت خلاص. بس من ساعة ما قلت ان هي الكروت خلصت الناس بطلت يعني ما حدش يشتغل زي الاول. الشحن ابو 10 بتتباع ب 11 تمام بيدي رصيد 10 جنيه 11 جنيه تمام. دلوقتي هو ده القديم. هو الجديد هيبقى ابو 10 هيتباع ب 10 وهيدي رصيد 7 جنيه تمام. بس انا لسه ما جبتش الجديد. اه انت مستني لما تخلص الكروت اللي عندك وعشان تجيب الجديد ولا هو الجديد لسه ما نزلش اصلا؟ هو الجديد لسه ما نزلش. تمام المفروض يكون نزل النهارده او بعد بكره كده. بس انت مستمر في بعت سريع قديم. طب لما بعت الكروت فين الشحنت وقتك ان ادى هو لما اتشحن الشحن ادى نفس الرصيد ادى نفس يعني مفيش زياده في اللي موجود مفيش نقص يعني ابو 10 بيديك ب 10 تمام. ابو 10 لو بتباع ب 11 بيديك ب 10 جنيه ما بيديكش ب 7 جنيه. انت بقى في انتظار لما تخلص انتظار بقى الكروت بقى الجديده مش عارف بقى هتدي نفس هتدي تكون اقل ولا هتدي نفس الثاني. تمام يعني دي بس دي مش هتدي عندك اشكاليه ان لما انزل لك كروت جديده دلوقتي هيبقى عندك كروت من القديم وكروت من الجديد يعني واجه. ما بالنسبه ده هتعمل مشكله للتاجر اللي عنده كروت قديم ده هيعمل له يعني فرق في السعر يعني هو شاري باسعار قديمه وهيشتري كروت باسعار ايه الجديده هيشتريها باسعار اقل فده هيعمل له فرق في السعر. طب شايف ارتفاع اسعار الكروت ده ممكن ياثر ازاي على السوق بتاعكم يعني؟ لا هياثر في الاستهلاك طبعا يعني الاستهلاك بتاع المستهلك نفسه هيأثر في الاستهلاك يعني بدل الواحد كان بيشحن ب 100 هيشحن ب 50 فده هيأثر على المبيعات. والله انا عن نفسي انا ما سمعتش بالمقاطعه دي بس انا شغال كويس زي ما انا يعني ما فيش اي تأثير ولا اي حاجه نفس اللي طب انت حاسس ان ردة فعل المواطن ايه لما بيديك 10 جنيه بياخد 7 جنيه رصيد؟ حد اتكلم معاك؟ حد قال لك في حاجه؟ والله انا يعني انا كمواطن برضه انا اتصدمت زي الناس